فهنا مسألة، قال رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. لما قال الرجل إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فحصل الإشكال. قالوا لا، لم يجب هو، وإنما أجاب من في المجلس. لما؟ لأن هناك إشكالا طرأ عليهم. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أن النذر يجب الوفاء به دون النظر إلى متعلقاته. رجل نذر أن ينحر إبلا، فلماذا يستفهم ويستفسر عن هذا المكان؟ ثم قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فلما حصل الإشكال وبين هذا الإشكال والعلل الواردة عليه، أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى أصله الأول. ما الأصل الأول؟ أن نذر الطاعة يجب الوفاء به.